وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. دكتور، بعد تحية، يعني كثيرا ما يتهم الإعلام العربي بأنه لا يملك أدوات مخاطبة الآخر. برأيك كأكاديمي ولك بحوث ودراسات عديدة، كيف يمكن إعداد استراتيجية إعلامية عربية قادرة على تصحيح العقول ومخاطبة العالم وشرح قضايا الأمة العربية؟ سيدي الفاضل، دعني بس أبدأ الحوار مع حضرتك بنقطة لها مغزى، وهو توقيت اجتماع لهذا الاجتماع الذي جاء في أعقاب اجتماع وزراء الخارجية في العرب. وبالتالي لما السياسة الخارجية تتحط عربيا يأتي الإعلام لكي يعكسها ويوصلها إلى الرأي العام العربي. أدي واحد. اتنين، دعني أعترف لك إن هذه الاجتماعات الأجندة اللي طلعت بيها في غاية الثراء. أدي واحد، متنوعة. اتنين، لأول مرة يبقى في بنود واضحة المعالم. مثال، دعنا نتفق على ضرورة أن يكون هناك خطاب إعلامي خاص بالقضية الفلسطينية. ليه؟ أنت النهاردة في أعلى درجات الذروة في الاهتمام بالقضية الفلسطينية بعد الموقف المصري العظيم اللي حصل في بدءا من مايو، واللي خلى العالم كله يرى ان مصر هي يعني حجر الزاويه ورمانه الميزان في المنطقه. اثنين، انه بدا يناقش حاجه مهمه جدا وهو الاعلام الالكتروني. وانا بتصور هنا بقى هرد على حضرتك بسؤال بطريقه عمليه. الجامعه العربيه انا متصور لو انها تبنت الاتي: واحد، موقع الكتروني عربي متنوع المحتوى، بمعنى انه له بعد سياسي، بعد ثقافي، بعد اجتماعي، لكي نضمن التقارب بين مين بقى؟ بين الاجيال الجديده من الشباب اللي بتتعامل مع الاعلام الالكتروني. لانه النهارده انت مشكلتك فين؟ غربه الشباب العربي، غربته انه بعيد عن تراثه، ما هوش يعني متعمق فيه ومتفاعل معاه بالدرجه الكافيه. اوكي؟ طيب، برضو عجبني حاجة في البيان. ايه هي؟ ان اول مرة يتقال نعمل حملة اعلامية. مشكلتي بقى في الحاجات دي ايه؟ هرد على سؤال حضرتك برضو. النفس الطويل، الاستمرارية يا سيدي، لانك لا تغير عقول ولا تستطيع ان تغير افكار او قيم بين يوم وليلة. ما ينفعش. طب يبقى ده هنا في الحالة دي مطلوب ايه بقى؟ بالاضافة للموقع الالكتروني العربي، ايضا ان تكون هناك قناه تلفزيونيه تحت اشراف الجامعه العربيه، بمعنى عرب وهنفضل عرب. وهنا بقى تحط كل التراث، يعني في جيل عربي ما يعرفش تاريخ مصر، وجيل مصري ما يعرفش تاريخ العرب، فانت محتاج نفس طويل بشرط. المهم يا دكتور، كيف تصل الى قناعات الاخرين؟ أيوة. ليست المسألة أن أظل على الشاشة لأتكلم طوال الوقت ولا يسمعني أحد. 100%، عشان كده بقول حركة التنوع الإبداعي يا سيدي الفاضل في المحتوى. بلاش مش الرسائل الطويلة ولا الأحاديث المباشرة، إنها لا تسمع ولا ينصت إليها بعمق. إنما طالما بنتكلم على تراث لازم أعكسه بشكل صور، أفلام تسجيلية، أفلام وثائقية، شهادات كبار المفكرين العرب من كل المنطقة العربية.